اشنو تديري لجاك الاكل مالح؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بأحلى متتبعين ومتتبعات، نهار جديد وفيديو جديد على بركة الله. بسم الله. ودابا إن شاء الله عندي الفكرة الموالية. عندي هنا التومة كيف ما كتشوفوا، حنا كنستعملوها بزاف في الأكل ديالنا، وهي دايرة الثمن باش ما تخماج ليناش أو تكحل ولا تخسر. كنديروها في هاد الكيس مشبك باش كتبقى مزيانه، كتبقى مهويه ما كتخسر لينا ما حتى شي حاجه. انتوما تقدروا تفرتوها حبه حبه، واللي بيخليها بحال ما كر كتبقى مزيانه. وكيبداو كنبداو كنهزو منها كنستعملو منها حتى كنكملوها. غادي نربطها بهاد الشريط وكنعلقوها في الكوزينه، وكنبقاو كنستعملو منها، ومنها كتهوى وكتبقى مزيانه كما قلت لكم. هانتو تبارك الله ما شاء الله. كنتمنى يعجبكم هاد الافكار. بسم الله. ودابا ان شاء الله ندوزو الفكرة الثانيه. عندي هنايا ورق الغار كيف ما كتشوفوا، ورق سيدنا موسى كتشوفوا، كنستعملوه في الاكل، ولكن عنده واحد الميزه اخرى ان شاء الله غادي تعجبكم. هانتوما الاكل الا جاكم مالح مالح بزاف، ايوا ديروا سنيده او بطاطا وتسناو حتى طيب، كديروا سيدنا موسى، راه جد فعال زوين، وكيمتص هذيك النوحه اللي دارت في الغداء، وكيعطي واحد النسمه زوينه في الاكل، وكيبقى مزيان. ومن الاحسن ديروا واخا تكثروه راه مزيان، منها كيشرب الملحه ما كيبقاش الاكل مالح، وهو كيطلق واحد النسمه زوينه في الاكل وصحي وزوين. وكنتمنى هذه الفكره تعجبكم ديال اليوم ان شاء الله، وندوزوا الفكرة الثانيه بحول الله. كنتمنى هذه الافكار كلها تعجبكم ان شاء الله اللي كنقدم لكم، وكنتمنى التوفيق للجميع يا ربي امين. من بعد ما ساليت الفكره الاولى كنتمنى تكونوا استفدتوا منها وصلتكم المعلومه ان شاء الله. ودابا ان شاء الله ندوزوا الفكرة الثانيه. عندي هنايا العدس القطاني، ودابا الحال بارد وكنستعملو العدس ان شاء الله باش كيبقى في اللون ديالو وكيبقى مزيان، ما كيكحش بلي كنطيبوه ما كيوليش قهوي. بلي كيكون يطيب كنضيفو ليه الفول على حسب داكشي اللي بغيتو، طبيسيل صغير او جبانيه صغيره او جوج على حسب الاختيار ديالكم. هاد الفول كيحافظ عليه باش كيبقى ابيض، اللون ديالو كيبقى زوين وكيبقى في المنظر زوين وكيعجبكم، ما كيوليش كيف ما قلت لكم بحال او قهوي، كيحافظ على اللون ديالو كيف ما كتشوفوا باللي كيكون يطيب معاه، كيعطي واحد اللون رائع بزاف. كنتمنى حتى نتوما تعجبكم هذه الفكره وتجربوها باش كيبقى لكم العدس مزيان. وكنتمنى هذه الافكار ديال اليوم ان شاء الله يعجبوكم، وتكونوا استفدتوا من قناه عالم عز الصغينيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.